لا اله الا الله محمد رسول الله رضيت الله عنه واسلم دينه محمد صلى الله عليه وسلم. قال وتكلم بها معبد بن اليماني رجل من اهل البصره كان عنده حظ من العلم يقال له معبد بن خالد ويقال له معبد بن عبد الله بن عوينه. نعم. مات بعد الهزيمه وكان يومئذ مع ابن الاشعث واصابته جراحه وهو اول من تكلم بالقدر والذي تولى منه عبد الله بن عمر بن الخطاب رحمه الله فتكلم عليه عمرو بن عبيد وجادل به غيلان. وقال غيلان وابن ابي غيلان ابو مروان من موالي عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان عنده حظ من العلم تكلم به ايام عبد الملك بن مروان واستتابه رحمه الله واستتابه عمر بن عبد العزيز رحمه الله ثم ظهر منه تبديل التوبه فصلب على باب الشام باخزى حاله لقيها بشر. نعوذ بالله من غضب الله. قد تقصيتها في كتاب تكفير الجهميه. شوف قال تكفير الجهميه. تفضل. قال اما عمرو بن عبيد وهو عمرو بن عبيد بن كيسان بن باب ابو عثمان مولى بني تميم البصري مات سنه 340 في طريق مكه فانه اول من بسط اساسه فاصبح راسه ونظم له كلاما ونصبه اماما ودعا اليه ودل عليه فصار مذهبا يسكت وهو امام الكلام وداعيه الزندقه الاولى وراس المعتزله. الله المستعان. سموا به اعتزاله حلقه الحسن البصري رحمه الله هو الذي اعلمه امام اهل الاثر مالك بن انس من الاصبحي رحمه الله وإمام أهل الرأي النعمان بن ثابت الكوفي أبو حنيفة رحمه الله وحظ منه إمام أهل المشرق عبد الله بن المبارك الحنظلي رحمه الله وقد قدمنا أسانيد تلك الأقاويل فسلط الله عز وجل عليه وعلى من استتبع واخترع سيفا من سيوف الإسلام وهو أبو بكر أيوب بن أبي تميمة السختياني رحمه الله واسمه أبي كيسان من أهل البصرة هتك أستارة وأظهر عوارة وقسمه باللعنة وألحق به بلاء تلك الفتنة. نعم. وهو الذي يقول قتيبة بن سعيد رحمه الله إذا رأيت رجلا من أهل البصرة يحب أيوب فاعلم أنه على الطريق. وقال رجل لأحمد رحمه الله من السني؟ قال من أين أنت؟ قال من أهل البصرة. قال تحب أيوب السختياني؟ قال نعم. قال فأنت سني؟ قال هذه قصة أهل البصرة. يعني هنا في هذا الباب يبين لك في أهل البصرة وأول فتنة القدر كانت من بعمد الجهني. أول من تكلم بالقدر أهل البصرة عندما قالوا الأمر إيش أنف فتبرأ منه ابن عمر تبرأ منه وتكلم عمرو عبيد وجادل به غيلان وهنا كان الصلب له في هذا الباب نكاية تصغيرا لشأنه عمرو عبيد الذي اعتزل مجلس حسن الحسن البصري لأنه أول من أظهر المنزلة بين المنزلتين ثم بين بعد ذلك الاعتزال في هذا الباب والعلماء كانوا قد تبرؤوا منه ولعنوه ما كان يذكر عمرو عبيد إلا باللعن عند العلماء وهنا لعن معين في هذا الباب. قال رجل أحمد أحمد حنبل من السني؟ قال من أين أنت؟ قال من أهل البصرة. قال تحب أيوب السختياني؟ قال نعم. قال فأنت سني. يعني ظهر أهل الحديث هم وما للسنة. نكمل القصة إن شاء الله بعد الظهر بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديك والحاضرين والمسلمين آمين. ما زلنا مع كتاب ذم القيامي وأهله للإمام شيخ الإسلام الهروي الأنصاري رضي الله تعالى عنه ورحمه. قال أما قصة غيلان فظهرت بليته بالشام وافتتن بها ثور بن يزيد ومكحول من الفقيه وجماعة من أهل العلم من تلك الناحية. نعم. فسلط الله عز وجل عليهم وبحانة أهل الشام أبا عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الله أكبر الأوزعي رحمه الله فلاحظهم بالصغار ووضعهم شوف في شوف المقدار. وهذا غاب في مقداره. نعم. وبسط عليهم لسانا أعطي بيانا وظن عليهم ببشارة الوجه وطلاقة اللقيم. يعني كان عبوس عندما يراهم حتى ذل الله به الأعزة في سبيل الضلالة وعز به الأذلة في سبيل السنة بحمد الله رب العالمين. شوف رزاك الأوزاع له مكانك الكل يترد عنه. هذه قصة غيلان. ها؟ هذه قصة غيلان. هذه قصة غيلان بنوا يعني على ما كان فيه من القدر والكلام فيه. ثور بن يزيد تأثر به وذلك كان يقول أحمد يقولون نروي عن زيد عن ثور بن يزيد يقول اروى عنه واتقي قرنيه. لكن كل مبتدع يسلط الله عليه رجل من أهل السنة. كل مبتدع يسلط الله عليه من أهل السنة ويجعل الله الخلص من حوله أعوانا لتندحر البدعة وتنتصر السنة. كان أوزاعي بلسان حاد عليهم وعباسة وجه يلقوهم بهم حتى دحرهم الله جل في علاه على ذلة وصغار لأنهم عبدوا غيره ونزعوه في الربوبية. قال رحمه الله
وأما فتنة قصد السلف فإن الكوفة ضررها التي خرجتها، ثم طار في الآفاق شعرها واستطار فيها ضررها، وإنما هاجتها أحلام فيها ضيق وأشربتها قلوب فيها حمق. نعم. ولها عروق خفية. السلامة للقلوب في ترك إظهار بعضها، وأربابها أحمق خلق الله تعالى. عرضت تساوي بين علي بن أبي طالب وبين أبي بكر وعمر رضي الله عنه، ثم أخذت تفضله عليهما. الرافضة، فتنة الرافضة كان فتنة، وهي أحمق الفتن. قال ثم جعلت توليه عليهما. شوف قال وأربابها إيه؟ أحمق خلق. وصف دقيق. قلت لك يعني كأن برنامج عن ناصية وكفضائي وحاجة كبيرة جدا. فسألوه الرجل قال ما رأيك في من يزعم القمر، من أول من طرح القمر؟ فقلهم علي بن أبي طالب. والله فعل ده يعني شوية هبل مهابيل ومخابيل ما عندهم شيء. يقول للمرأة وانت تلدي إياك تقول قولي يا علي ولدني، يا فاطمة الحقيني. شوف يقول توسل لا توسل فاطمة، توسل إلى فاطمة، مش بقى توسل بفاطمة. نعم مشركون قوم صرفوا العبادة لغير الله جل وعلا. قال وأربابها أحمق خلق الله تعالى. عرضت تساوي بين علي بن أبي طالب وبين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، ثم أخذت تفضله عليهما، ثم جعلت توليه عليهما وتخاصمهما له وتظلمهما وتوليه حقهما بالقياس العقلي برفعة بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وسبب البتول رضي الله عنهما. قال ثم جاءت تعدله بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وتشركه في وحي السماء. قال ثم خطأت جبريل عليه السلام في نزوله. إنا لله. أقول كان نازل لمين؟ علي بن أبي طالب. فخان الرسالة وذهب إلى طيب وبعدين طب الذي بعثه والذي أرسله سكت لي ما سكت إلى الله المشتغل. قال ثم خطأ جبريل عليه السلام في نزوله فخلت الأمة من النبوة. فخلت. قال فخلت الأمة من النبوة وأحوجتها إلى علي رضي الله عنه، ثم ادعت له الإلهية، ثم ادعتها لولده حسين مش الحسن حسين رضي الله عنه. قال الإمام المطلبي هذا الكلام كله على الرافض وما أغبى خلق الله. شو قالوا أحمق خلق الله. أغبى الناس أغبى الناس هم الرافض، وأكذب الناس هم الرافض. في حديدة في رأسه. لذلك شعبي قال لو خلقهم الله طيرا لخلقهم رخما، ولو خلقهم بهائم لكانوا حمير. حمير خلقهم الله حمير، هم حمير. قال الإمام المطلبي رحمه الله لو كانوا دواب لكانوا حمرة، أو كانوا طيرا لكانوا رحمة. والشافعي أيضا كمان يعني شباب المسألة جاءت كمان على الإمام العالي الإمام الشافعي قال لو خلقهم الله طيرا لكانوا رخما، ولو خلقهم دوابا لكانوا حمرا. أو شوف الناس بتفهم. فاستظهرت بهؤلاء الغالية أرباب القلوب المريضة، فتظاهرت على قصب السلف الصالح رضي الله عنه. يعني سب السلف وانتقص السلف الذين هم الناقلون وفيهم قانون الدين وديوان الملة، فترى أمثلهم طريقة وأصوابهم وثيقة من يتستر بفضائل علي رضي الله عنه ويربأ به عن منزلته التي أنزله الله تعالى من الشرف فيه. قال وقد أخبرنا منصور بن عباس ساق السند لابن عباس رضي الله عنه. يعني هنا ختاما لهذه القصة ختم بأحمق خلق الله وأحمر خلق الله، وهم يعني من خلق الله الحميد، فدول أحمر منهم، فهم الروافض. الشافعي قال لو كانوا دوابا لكانوا حمرا، ولو كانوا حمرا، ولو كانوا طيرا لكانوا ايش رخما. شو الرخم في انت جبتها لنا قبل ده؟ طائر موصوف بالغدر او بالغدر كمان. شوف بالغدر اعوذ بالله من الروافض، كيف الروافض هو ده اعوذ بالله. حتى شوف مع البياض شكله اعوذ بالله مقزز، شوف مع البياض شكله منقار واعبط من العبط اعوذ بالله. كمل لنا الرؤية ما مش جهولنا كله. هادي الرافض يعني المشكلة في الخيانة أعوذ بالله. أتى ما نشوف الرافض فين؟ أيوة ده أفضل واحد، ده جابهولنا منعكش مطلوس، ده جابهولنا منعكش، جابهولنا بص من أسوأ خلق الله أعوذ بالله. الله بص كلنا واستقريبه بقى كمان يعني كل دول الرخم اعوذ بالله من غضب الله شياطين وعينيه زفت. ولو بص بقى كله بيتفنن
في إساءة النظر في جزء هذا الرقم. وبعدين بيقول لك أكسل طائر كسلان جدا وعنين أفلى وبوتس عامل زي أعوذ بالله. خد شفنا البلد التي قال أبوها أحمد حرف الله لمن أحمد أم لا أحمد أعتقد هو كان ناقل لا الهرب كلامه الهرب فضل شيء. قال الإمام الهروي رحمه الله وقد أخبرنا منصور بن العباس وساق السند إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تصلح الصلاة إلا على النبي. لكن خلينا بس نقول في وصف الشافعي هنا في هذا الباب والهروي بعد ما صلى الشافعي قال فاستظهرت بهؤلاء الغالية أرباب القلوب ليش استظهرت واستظهرت القلوب المريضة فتظاهرت على قصب السلف. القلوب المريضة قبلت ذلك فثبته ثبت السلف وانتقصت من السلف. نعوذ بالله من قلوب الله. قال وفطر أمثلهم طريقة وأصولهم وثيقة من يتستر بفضائل علي رضي الله عنه ويربع به عن منزلته التي أنزله الله تعالى من الشرف فيه. قال وقد أخبرنا منصور بن العباس ساق السند ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تصلح الصلاة إلا على النبي صلى الله عليه وسلم. هو يقول لك صلى الله على علي اللهم صل. كأنهم سكارة مساطيل يصحوا مرة واحدة. والله العظيم هو الرجل بيتكلم بالكلام بتاعهم هذا والتاني ماسك الشيشة جنبه عمال يشرب في الشيشة جنبه لغاية ما صلى الله عليهم طالع. يعني قوم فيه مش مئزاز قوم تعدوا على 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 التوحيد أصلا ثم يجدون على الشر أعوان ومن بني جلدتي ما يعجمع فرخوا لنا أسوأ الناس. تفضل. قال شيخ الإسلام رحمه الله فلما تعاوت أولئك الغواة بتلك الضلالة وتعاونت عليها قيد الله عز وجل لها إماما خلصه حسامة الله هو أبو محمد عبد الله بن إدريس الأودي رحمه الله رضي الله عنه صرح بقدحهم ودفع في نحرهم ونادى على خباياهم. شوف هو ده هو ده اللي عايزين يقتلوه هو ده اللي بيقعدوا يشوشوا عليه ويطلعوا ده يرد عليه وده يرد عليه وما فيش مش عارفين يعملوا معاه حاجه لكنه قسم الظهر بهذا الحق وأورى عن خفاياهم فلم تكابد الأمة من شؤم شيء ما كابدت من شؤم تلك الفتنة لم يكن قلب مسلم يسلم من شوب منها إلا من رحم ربك فعصم الله. قال وأما فتنة إنكار الكلام إذن هذه فتنة الرافض وهي من أعظم الفتن تأثيرا في الأمة لا سيما الآن هم كشفوا عن وجوههم الكلحة ما أخذوا بالتقية ابتدأوا يتكلموا صريحا. نعم. وأما فتنة إنكار الكلام لله عز وجل فأول من زرعها جعد بن درهم لعنه الله فلما ظهر جعد قال الزهري رحمه الله وهو أستاذ أئمة الإسلام زمان إذ رحمه الله ليس الجعدي من أمة محمد. شو هنا الإمام لازم يتصدر لذلك لا يقال لتمام لا تتكلم يتكلم ولو طارت رأسه. قام الزهري وقال هذا اللي بيتكلم في هذا اللي هو إنكار الكلام اللي هو المعتزلة أو الجهمية في هذا الباب ماذا قال؟ قال ليس الجعدي من إيش؟ جعد درهم ثم بعد ذلك من أخذ منه؟ الجهم من صفوان. فهو شوف يقال الأمويين الخلافة الأموية سقطت لتعظيم الجهم لما عظموا الجهل أسقط الله هذه الخلافة كلها الذي يأوي محدثا خلاص الله حربه ومن حرب الله انتهى أمره. قال ليس الجعدي من أمة محمد. قال أخبرناه أحمد بن الحسن بالري وساق السند إلى الزهري رحمه الله سمع يقول قال فأخذ جهم بن صفوان الترمذي لعن الله منه لعن عليهما هذا الكلام فوسطه لعن بالطاء وطراه ودعا إليه وصار به مذهبا لم يزل هو يدعو إليه الرجال وامرأته زهرة تدعو إليه النساء يا أم زهرة حتى استغفرت شفت الحق الحق معك مش عارف اسمها نمشي عنه المرأة تحت الرجل قال لها أنت طالق طال إيه الحق معك كلهم كفر أنت المسلم واحد أقول معك خلاص ده حتى استهوايا خلقا من خلق الله كثيرا. قال فأما الجعد فكان الجزري الأصل فيما أخبرنا الحسن بن يحيى وساق السند إلى قتيبة بن سعيد رحمه الله. قال ولكن جهم قال ولكن جهم بسط ذلك المذهب وتكلم عليه هو صاحب ذلك المذهب الخبيث
وكانوا قد حذروه فيما أخبرنا أحمد بن حسن البزاز الرازي بها. وساق السند إلى مقاتل ابن حيان قال رحمه الله: دخلت على عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقال: من أين أنت؟ قال: قلت من أهل بلخ. قال: كم بينك وبين النهر؟ قال: قلت كذا فرسخة فرسخة. قال: هل ظهر من وراء النهر رجل يقال له جهم؟ قال: قلت لا. قال: سيظهر من وراء النهر رجل يقال له جهم يهلك خلقا من هذه الأمة. شوف كل صاحب فتنة لازم تلاقي عبط خلفه وأتباع. قال: يدخله الله النار وإياهم مع الداخلين. إن الله من الرجوم. قال: وأما الجعد بن درهم لعنه الله فضحى به خالد بن عبد الله القصري لله دره رحمه الله على رؤوس الخلائق. نعم. وما له يومئذ نكير، وذلك سنة نيف وعشرين ومائة. قال: وأما الجهم فكان بمرو، فكتب هشام بن عبد الملك إلى واليه على خراسان نصر بن سيار يأمره بقتله، فكتب إلى سلم بن أحوز تقريبا ضبطها. قال: وكان على مرو. قال: فضرب عنقه بين نظارة أهل العلم وهم يحمدون ذلك. قال: فهذه رأس من شوف قال بين نظارة يعني النظار من أهل العلم الذين لهم ما لهم من الإتقان وهم يحمدون ذلك. جهم بن صفوان هو الذي قال الإيمان المعرفة، هو الذي قال بنفي صفات الأسماء يعني نفى التوحيد كلية، فقتله الإمام. شوف وكانوا يحافظون على ذلك ويحاربون من أجل التوحيد. والجهمية أضل خلق الله، والسلف كانوا يكفرونهم عيانا عيانا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. لما تنتهي القصة كلها نأخذ الفائدة المستنبطة لما بقي عليها إلا أساس قصص، وبعد ذلك يدخل على كلام الأشعري. نحن على مقبلون على الانتهاء من كتاب ذم الكلام. شوف هذا، وهذا فضل الله يؤتيه ما يشاء. الحمد لله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.